يا شيخنا معلش، أنا بدي أسألك شو رأيك بالإنسان اللي بتفكر بالدين نعم وبيضحك على بنات الناس فيه نعم وبيلعب فيهم؟ يعني أنا واحدة من الناس، أعرف بنت صار فيها نفس الشيء، وحلف لأيما إنها بتزوجها وبالأخير تزوج غيرها. يعني يعدها بالزواج ثم يتزوج غيرها. أيوة، ويقولها أنا يعني هتزوج هكون سعيد وأنت خليكي حفاك يعني كذا الكلبة. طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. بارك الله، الله يحفظكم، الله يسعدك. أم أحمد ومعلش بدي أخذ تليفونك لو سمحت. خلاص الإخوان يعطونكم يعني إن شاء الله. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم، كل سنة أنت طيب يا أخ، وإن شاء الله الله يرحم البطن اللي جابك. بارك الله فيكم أم أحمد، الله يحفظك. وراني من يوم شعبان، أول شيء شعبان وأنا نتردد ونجرب، بس أنا لحقكم في التليفون وما لقيتكمش. أنا جزائرية عايشة في فرنسا وعندي مشاكل كبيرة منذ سنتين من يوم اللي توفى زوجي. من فضلك إذا كان تقدر تعطيني رقمك الشخصي وأحكي لك حكايتي من الأول إلى الآخر. طيب أبشري، خلاص اتركي رقمك وأنا أرسل لك رسالة فيها إيميلي. ممكن أم أحمد ترسلين لي إيميل ولا راحت أم أحمد؟ خلاص أنا إن شاء الله أشوف الله. نور تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ ممكن أعطي رقمك؟ خلاص الإخوان يعطونك إياها إن شاء الله. شكرا. بارك الله فيكم. طيب في سؤال الأخت زهرة تقول إن شابا وعد فتاة بالفتاة بالزواج ثم بعد ذلك تزوج غيرها. يعني أنا حقيقة يعني أوجه بناتي والشباب يعني، لكن البنات خاصة، لأن في كثير من الأحيان عاطفتها وإقبالها على الشاب يكون أقوى، وبالتالي ربما تصدق من يريد أن يستمتع مثلا بمجالستها وربما أحيانا بلمسها وتقبيلها أو نحو ذلك، فتمكنه من ذلك وتتساهل معه فيه، لأنه يعني يعدها بأن سيتزوجها ونكون بيت، وربما يبدأ يعدد إيش نسمي أولادنا، إيش نسمي بناتنا، ماذا تريدين لون الغرفة، وبماذا ندهن الجدران ونحو ذلك، ويبدأ أحيانا يمنيها ببعض الأشياء فتصدق، ثم بعد ذلك إذا بدأ له أن يتزوج زواجا جادا اختار عائلة أخرى واختار فتاة أخرى، وربما سقطت هذه الفتاة من عينه لأنها مكنته من نفسها ولم تحفظ عفتها. لذلك الله سبحانه وتعالى حرم أن تقوم مثل هذه العلاقات إلا أن تقوم العلاقة بين الرجل والمرأة بالميثاق الغليظ، كما قال الله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الذي هو الزواج. وجعل الله تعالى الزواج أمرا جادا، فقال عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الزواج والطلاق والرجعة، وفي رواية قال والعتاق. فالمقصود أن الفتاة هي أخطأت بأنها مكنته من أن تعلق قلبه بها، وهو أيضا أخطأ بلا شك، لكن ما دام السائل من طرف الفتاة فأنا أوجه الكلام إليها، وهو أيضا لا يجوز له ذلك، وهو آثم أن يبدأ يلعب بمشاعر الفتيات من خلال الهاتف أو من خلال وسائل الاتصال الأخرى. أسأل الله أن يدل الجميع إلى الخير. عمان تفضل. أخوي محمد السلام عليكم شيخ. يا مرحبا، أهلا وسهلا، الله يحييك. الله يبارك فيك شيخ. تفضل. الله شيخ، في عندي موضوع بس ما يصير اني اتكلم عليه على المباشر، بس باغي رقم جوالك. الله يحييك. الاخوان يعطونك الجوال ان شاء الله. الله يبارك فيك شيخ. الله يحييك.